أسعد الله أوقاتكم كل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على إم بي سي أكشن وإذاعة إم بي سي إف إم، ونرحب أيضا بكل مشاهدينا على تطبيق شاهد. نستقبل آرائكم ومشاركة. تسلم اليوم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية بديوان الأمارة شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 في محطتها التاسعة بحضور الأميرة دليل بنت نهار نائب مدير عام الألعاب السعودية وأعضاء اللجنة المنظمة العليا وعددا من الرياضيين. وستنطلق دورة الألعاب السعودية في 27 من أكتوبر القادم بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري يمثلون أكثر من 200 نادي من مختلف أنحاء المملكة، يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية. زميلنا مساعد النمشان حضر اليوم والتقى بخليل الزياني المدرب السعودي السابق والمعروف وأجرى هذا اللقاء معه. والله الحمد لله وشكرا كريم أني تشرفت بحمل هذه الشعلة، شرف كبير لي وأعتز بهذه المناسبة، لذلك أنت تشوفني اليوم لابس تريننج سوت والقبعة والكذا، ورجعنا إلى ماضينا الجميل. فأنا جدا يعني معتز بهذه اللحظة. هذه لحظة تكريم تستحقها أيضا أبو إبراهيم. الحمد لله الحمد لله، أما التكريم حدث ولا حرج. المسؤولين والقائمين على الحركة الرياضية وعلى المسؤولين في الدولة ولا على مستوى أمير المنطقة الشرقية يعني أحظى بتقدير كبير جدا، ممتن لهم جدا وأقدر لهم هذه الاهتمامات، وأتمنى أكون حسن ظنهم بإذن الله. إحنا كلنا نعرف أن المملكة العربية السعودية تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لتنظيم أكبر من الأولمبيات، لوجود الملاعب ولوجود الإمكانيات البشرية الإمكانيات الرياضية، لوجود الإعلام النقل التلفزيوني، كل الأمور هذه تؤهلها أن تكون في هذا المحفل، والنجاح بإذن الله حليفة بإذن الله تعالى. تذكرك بشيء هاللقاء؟ بالتأكيد على طول كتبت 84. الله حقيقة هذيك البطولة الناس تجوب الشوارع وتقول حي الزياني، تاريخ جميل الصراحة. عرفنا البطولات مع هذا الرجل مدرب الوطن دوب العزيز أبو لما يتحدث عن جراءته في منح الكابتن محسن الجمعان في سن 17 سنة، أكدنا عليه أبو لما سن 17 سنة منحه الفرصة وكان أحد النجوم ومنح أسماء عدة، يعني منتخب كان من خياراته حقيقة متنوعة وأسماء مميزة بعد سلسلة تجارب غير ناجحة مع مدربين أجانب لهم أسماء كبيرة. جاء الكابتن خليل الزياني وبلغة يعني واضحة مع اللاعبين قدم منتخب جميل، أولمبياد لوس أنجلوس عام 84 وكأس آسيا عام 84، ولا زلنا نتغنى بتلك الإنجازات من خلال هذا الرجل الصراحة اللي يستحق كل التقدير. عبد الله رامي تونسي، دورة الألعاب السعودية فرصة للرياضيين السعوديين، وأيضا الفرصة اللي شفناها الآن والتقدير لأسماء لا تنسى في الرياضة السعودية. صحيح، في البداية إحنا لابد أنه يعني نشكر نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على أنه هذا التقدير للرموز الرياضية، يدل على أن صناعة الأبطال تبدأ من مثل هذه الألعاب السعودية. هذه الألعاب هي من ستصنع لنا مستقبل الأبطال. عندما نشاهد الكابتن خليل الزياني ونشاهد الكابتن ياسر القحطاني بعد تركهم للمجال الرياضي والمستطيل الأخضر، نشاهد هذا التقدير، هذه هي المغنم والمكسب والدافع الرئيسي للأبطال والمستقبل للاعبين الرياضيين، بأن يحذو حذوهم وسيجدوا كل التقدير والاهتمام. نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا في وطن يقدر الرموز والرجال التي صنعت إنجازات من ذهب وكانت مفخرة لكافة الرياضيين. نعم، مستمرين معكم مشاهدينا. رامي تونسي، دورة الألعاب السعودية فرصة للرياضيين السعوديين، وأيضا الفرصة اللي شفناها الآن والتقدير لأسماء لا تنسى في الرياضة السعودية.
صحيح، في البداية احنا لابد انه يعني نشكر نائب امير المنطقة الشرقية الامير احمد بن فهد بن سلمان على انه هذا التقدير للرموز الرياضية، يدل على أن صناعة الأبطال تبدأ من مثل هذه الألعاب السعودية. هذه الألعاب هي من ستصنع لنا مستقبل الأبطال. عندما نشاهد الكابتن خليل الزياني ونشاهد الكابتن ياسر القحطاني بعد تركهم للمجال الرياضي والمستطيل الأخضر، نشاهد هذا التقدير. هذه هي المغنم والمكسب والدافع الرئيسي للأبطال والمستقبل للاعبين الرياضيين، بأن يحذوا حذوهم وسيجدوا كل التقدير والاهتمام. نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا في وطن يقدر الرموز والرجال التي صنعت إنجازات من ذهب وكانت مفخرة لكافة الرياضيين. نعم، مستمرين معكم مشاهدينا. وليد الخضير لقاء مع أنمار الحايلي، واللي تحدث معاه عن المواجهة المنتظرة في 2 أكتوبر كلاسيكو النصر والاتحاد، وأيضا عن قضية حمد الله والمشاركة في الرياضة النسائية. شكرا لك على هذا السؤال. أشوف الناس طبعا كثير، وعندي يعني رسالة بسيطة أوجهها لأخواني أخواتي المشجعين. صدقني بالنسبة لنا المباراة ترى ما تتجاوز أكثر من 3 نقاط، وإحنا كإدارات الأندية علاقاتنا يعني صدقني ما تتجاوز كرة القدم ولا تتجاوز الملعب. حاولوا أنكم ما تخسروا بعض أو أنكم تكونوا منشحنين، لا تخلوها أكثر من أنها تكون مباراة كرة قدم و3 نقاط. آخر الأخبار روما، في ناس قال لك 20 دقيقة، في ناس ما يلحق فيه. إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنت عارف الآن هو قاعد يستجيب إن شاء الله للعلاج، وإذا ما قدر يشارك مارينو الخير والبركة في باقي الموجودين. طبعا الفريق هو تيم واحد، هو روح واحدة، وأنا أشكرهم صراحة على قتاليتهم، على الأشياء اللي قاعدين يدونها، على حرصهم وعلى تواجدهم بتمثيل نادي الاتحاد، وإن شاء الله أن هذه السنة يقدروا يخرجوا بإنجاز يستحقوه. تقدر الصحيح لي أنا بالعام دائما أشوف رئيس الاتحاد موجود في التمارين مع اللاعبين كأنه أخلهم. المرة ذي أنت مختفي على المشهد بصراحة، أنا ما أشوف إلا أحمد كعكي في التمارين. لا بالعكس، أحمد كعكي هو المشرف عام كرة القدم، هو نائب الرئيس، وأحمد كعكي يعني خلينا نقول هو نصي الثاني للأمانة. يعني يمكن كثير ما تعود في الوسط الرياضي إنه يكون في شخصيتين تكون متواجدة أو قائمة على النادي، لكن صدقني وجود أحمد كنا أنا فيه موجود، وبالعكس لا أنا موجود. لا أنا ماني مختفي، ليش موجودين بالعكس. طيب كل مرة نسمع يعني تم إيقاف حمد الله، تم الرفع الإيقاف عن حمد الله، وبالأخير يقول لك لا برضه القضية منظورة، إيش اللي باقي في القضية طيب؟ والله ما أنا مثلكم للأمانة. عندنا في البداية طبعا كنادي احنا عندنا ثقه اكيد في الجهات الرياضيه ومؤسستنا الرياضيه وفي الاتحاد السعودي والجانب القضائيه. طبعا البارح الحمد لله جاني خطاب صراحه اثلج صدري، واشكر الاخوان في الاتحاد السعودي كره القدم على هذه اللغه الحواريه، وعلى انهم مستحيل انهم هم يقفون مع نادي سعودي ضد نادي سعودي اخر، وهذا صراحه ما عهدناه منهم، وهذا شيء للامانه جميل. الان القضيه في اروقه الفيفا، نشوف ان شاء الله. اذا انا كنت اقول سابقا اذا كان في حق للاخوان في نادي النصر بياخذونه، واذا كان في حق للاخوان نادي الاتحاد صدقني ما راح نتنازل عنه. لكن انا اكد لك بكل بساطه الاخوان والقائمين على نادي النصر من داعمين يعلمون جيدا ما هذه القضيه، وان شاء الله باذن الله اللي عند الله ما يضيع. الحين نمر المهاجمين السعوديين لو تم فرضهم في الدوري، ايش تاثيرهم على الدوري؟ اكيد كل نادي حيهتم بشكل اخر، حتكون حسبته مختلفه، يعني ما هي ذي الحسبه الان. الان الكل معتمد على المهاجم الاجنبي. أنا أقول وأرجع أقول مبادرة مهمة يجب أن تتم. الآن لدينا تجربة اللعيبة 7 أجانب أو 8 أجانب، صار لها تقريبا 5 سنوات، يجب على الاتحاد السعودي دراسة وتقييم هذه التجربة سلبياتها وإيجابياتها واتخاذ إجراءات وفقا لهذا. أنا ماني ضد أنه يكون هناك 7 أو 8 أجانب في الملعب، لا 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 أنا ماني ضدهم، بالعكس هذا يرفع من قيمة الدوري السعودي، ولكن يجب أن تكون هناك آلية لدعم اللاعب السعودي. نعم. وهذا ما فعله الاتحاد الآسيوي حينما دعم اللاعب الآسيوي في بطولته، فبالتالي يفترض أن يكون هناك مبادرة من الاتحاد السعودي بطريقة أو بآلية مختلفة. انتهى وقتنا، شكرا محمد العنزي، شكرا لكم. انتم بكرة موعد جديد في أكشن مع وليد، تصبحوا على خير.